إذا أنا أسلمك الكرام في مجلس إكسبريس، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء والحوار الخاص مع الأستاذ خالد الداودي محامي بهيئة مكناس والأخت ملكة صاحبة قناة مراكمجي. أستاذ مرحبا بكم معنا في مجلس إكسبريس. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. أولا كما ستلاحظوا بجانبي السيدة ملكة الراضي واللي تعرفها البعض بمراطونجي واللي في الحقيقة دابا راه عندها تاريخ مع مدينة فاس، لأن هذه ثاني مرة تدخل المغرب وتجي لمدينة فاس. اليوم حقا هي كاين واحد الاستمرارية ديال واحد القضايا كنا بدينا في السنة اللي فاتت، وبالتالي حنا اليوم في إطار المواظبة ديال وتتبع هاد المساطر هادو جات حضرات ملكة من أجل معرفة مسار القضايا ديالها، وكذلك من أجل السهر على سميتو الحضور شخصيا، خاصة أن اليوم كانت عندنا واحد الجلسة بمدينة أزرو وألحت على الحضور، وبالتالي هي حضرت في جلسة يومية بمحكمة المحكمة الابتدائية بأزرو، ثم انتقلنا من مدينة أزرو إلى مدينة فاس قصد تقديم بعض الشكايات والقيام ببعض الإجراءات خاصة بملفات قديمة وبشكايات جديدة. اليوم تنظن تنشوفوا ماراثون جاي بجلباب بحلة جديدة بحلة جديدة، وكما كذلك تنشوفها بمعنويات كبيرة، فغادي نخليها هي تتكلم على المعطيات اللي كانت اليوم، كيفاش عاشت هذا النهار، هذا كيفاش دوزت النهار، كيفاش كانت الاحساس ديالها وهي في المحكمه، شنو هو الشعور ديالها، واش نفس واش هذاك الاحباط اللي كان عندها قديم مازال ولا تحيد، وبالتالي غتعطينا ناخذ واحد النبذه على المعطيات كامله. ملكه مرحبا بك. الله يبارك فيك اخويا زهير سونيا، تبارك الله عليكم، والاستاذ داودي من سواش، شكرا بزاف والله العظيم عاونتني بزاف ديال الموضوع اللي كان طرا لي، انت كنتي كتسمع ليا، انت كنتي كتفهمني، انت عرفتي الظروف ديالي، وكان عندك الثقه فيا بعدا، هذه اللي مهمه باش بنادم ما يطلب حتى شي واحد. المهم انا جيت اليوم باش نحضر هذه الجلسه، انا جيت دابا انا في مكناس، جبت معايا الوقت، ديك الجلسة اللي حضرتها كان ضروري خصني نحضر فيها، حيت واحد السيد عطاني واحد التحدي، دار واحد اللايف شحال هادي دابا يمكن شهرين ولا شي حاجة، قال بحال هكاك دابا مابقيت أنا بالضبط عاقلة مزيان، إلا كنت مرا نتلاقاو في المحكمة ديال أزرو. أنا هاد التحدي كنقول لك السي انا مشيت اليوم وصار ما تلاقيتش معاك، هذا التحدي ديالك اش غنقول لك دابا، انا كنتحداك تلاقاو نهار جوج في السعود في 24 ان شاء الله. دابا شويه الحمد لله تولفت في هذا الشيء، بحال نفسانية انا بريت الحمد لله، السكر مزيان ما صافي الحمد لله بحال، ولكن عاد نقول راه كنت مريضه بزاف وما طلعت معاك سهير، مع الاخر تندمت على اللي كيقول لي موميا، على اللي كيقول لي عقيصه. ودابا زدت الحمد لله في الكيلوس وهانيه، باقي العربيه ديالي على سبب السكر ثقيل، هذا هو المشكل ديالي، ماشي ما كنعرفش نهضر، ولكن باقي لسان ما كنضرب السكر، داكشي كيتعطل بشويه بشويه، كل مزيان كلشي ترجل مزيان كلشي داكشي موجود، حيت انا ما بقيتش كنسكت اللي دار في العراض ديال الوالدين ديالي غنوض ليه. يعني اللي كيضرب في العراض ديالك ديري فيه شكايه؟ الوالدين دابا كثر ديال الوالدين، انا عندي الام مريضه ما بقاتش كتمشى، شاده الفراش فيها التايمه، والاب ديالي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار ميت، وغير اجي وضربوا فيهم يضربوا فيهم، واش حشومه حنا مسلمين، حنا عندنا الخلاف مع بعضياتنا ماشي مشكل، انا الا كنضرب فيا ما كاين حتى شي مشكل، وانا عارفه اللي كيضرب فيا كيقول شي كلام اللي ماشي هو هذا، ما ماشي بصح، حيت انا كنعرف انا شخصيا كنعرف راسي. واخا ملكة كاين بزاف ديال الانتقادات او الاتهامات اللي كيتوجهوا لك
بخصوص انك كتعمل قنوات باش يديروا شي بايه او كتدفعي واحد المبالغ ماليه باش باش يديروا بيك زيد. برافو شفتي هاد الموضوع كنت تقريبا نساه. هادشي كاين. هاد السيد يلاه قريب دار واحد اللايف على نفس واحد السيدة اللي دارت الشكايه، انا بدي ما كنتش عارفه. دابا هو كيطلع كيقول هادي من المانيا، ما كيقولش السميع ديالي، دا كتخلص الناس باش يديروا الشكايه. انا دابا كنقول مع هاد المنبر هذا حط لي الدليل، وانا قلت هذا في اللايف ديالي، حط انا صحابي اللي ما غاتجي المحكمه غتحط لي داك الدليل اللي عندك عند القاضي، لي انا كنخلص الناس باش يديروا الشكايه. ما جيتيش وانا عارفه ما كاينش، وانا عندي الدليل شنو كيخرج من البنك ديالي، انا كنخدم مع باي بال معروف، هذاك الشيء اللي قال لك انت مشكل حيت الدليل ديال باي بال، انا اللي كنصيفط كلشي من السوق، نشوف شنو فين خرجت. القضاء يقدر يتواصل مع المانيا وفين الفلوس اللي الكونت، انا عندي شنو الكونت يشوفوا لما صايب شي واحد الفلوس. يعني شي كتنفي واخا ملكة تعرضتي انتيا بزاف ديال التنمر والسب والشتم والقذف والتشهير. كاينة. كيفاش وقعت مع القنوات؟ هاد القنوات اللي كانوا معايا هادو بعدا كنا مع ديك كنا كنقولوا مجموعة ديال الخير. وانا تبع واحد السيد من 2016، وانا كنت وحده اللي كتعاون بغات الخير للناس في بلادها. ومن بعد تعرفت مع واحد السيد، وهذاك اكبر غلط اللي درته، واحد خطا كبير. انا بجديد بابا ما كنتفكر كنقول واش كنت حمقى، حيت انا كنت دايره في ديك السيد الثقه، وهذاك اللي معاهم دايره فيهم الثقه. النهار اللي وقع لي وقع على ديك 4 مليون وداك الشيء، بغيت فلوسي حيت عرفت داك الشيء ما كاينش وما يمكنش يطلع على الألمانيا. لكن إذا كنت نعم إذا كنت غلطت ولا شحال. لا لا غير فيما يخص المبلغ قلتي 4 مليون، هي 5 مليون اللي سميتو لأن حاسب الوثائق، هذه من ناحية. ثانيا هو المشكل اللي عرفت أنا من خلال القنوات اللي تجاوبوا على السؤال ديال زهير، هي ان بعض القنوات بحكم تعاطفهم مع واحد القناه معينه قاموا بالضرب سميتو بالضرب فيك والسب وسميتو كتخرجوا للعلن وبقاو تيطعنوا لك في الشرف ديالك. هذا هو اللي سميتو، هما انت ما عندك حتى شي عداوه معهم، ولكن في اطار التعاطف مع هذاك الشخص او في نصرته سميتو قاموا بالسب والقذف ديالك والقذف ديال الوالدين ديالك. كاينه دابا المشكله اللي مور داكشي الهاتف ديالي بجوج تبانو في اللايف، في واحد اللايف اللي شايل بزاف وعندي الدليل انا عارفه شنو كنقول. بان الهاتف ديالي الاوديو خرجوا المكالمات ديالي، ولكن هذاك السيد كان كيصيفطهم لهذيك السيده، وكان كيصيفطهم لقنوات اخرين بلا ما نقول السميات، وهادو كانوا غالطين. دابا عاد كرجعوا طلبوا مني السماحة. دابا المشكل إلا غنصيفط أنا شي واحد شي مكالمة، غنصيفط ما غنصيفطش غير واحد السيدة أو السيد اللي كان كيهضروا، غنصيفط حتى شنو قلت أنا باش بنادم يفهم. هادو كومونيكاسيون فهمتي، خاصها تكون حتى ديالي، هو كان كيصيفط غير ديالي فهمتي، وهي وحوحة وهادي ما عرف شنو. ما انا محتاجه حتى عند الجدار، يبقى تاع من ولا كنبكي على حشمت على راسي وعلى على الكلام اللي كيقولوا الناس، ولكن هذا هو السبب. وداك الشيء عام ونص، عام ونص وقبل العيد باقاك، انا نقول باقاك كضرب فيا، وانا تربيت مع هتلر. هتلر راه مات في اللي قريب في 45، انا خلصت في 64، ما عنديش التربيه ديال هتلر حاشا، ولكن تبقى تجبدني وتسب ليا في الوالدين. انا ما فهمتش، انت اليوم درتي واحد اللايف، لا انا عمري ما كنت كنضرب في العراض، وغير انا كنجاوب حيت اللي ضربني في الوالدين ولا سبني كنسبو. ايوا حطوا الدليل فين انا كنسب. حتى بغيت نقول لها زوين واخا شو الرساله ديالك يا مليكا للمتابعين والمتابعات العفويه؟ شكرا على الثقه اللي عندكم، شكرا اللي رجعتوا عندي، و
وانا كنفرح ما كنشوف الناس كيقول لي وكان عندك الحق. انا عمري ما كذبت، علاش غنكذب على راسي ولاش غنتعدى على شي واحد؟ ما يمكنش، ما يمكنش غنتعدى على شي واحد غير باش نبين راسي. هادشي اللي كاين. وبالنسبه اللي عنده شي مشكل ما تبقاوش تخافوا، انا ما كنقولتش واحد يديروا الشكايات، ولكن دار في العرض والتهديد والتشهير كاين القانون، وتبارك الله على القضاء ديالنا والله العظيم. وقفوا معايا، وقفوا معايا بزاف مع الاستاذ داودي. الى عندك الحق ما غيطرالك حتى شي حاجه، ما تكونش غير الشكايه الكيديه، وهذا الشكايه الكيديه ما كاينش نهائيا، حيت انا ما عنديش الشكايه على كذوب باش نخسر الكوعد ديالي. وقع لي المشاكل، وقع لي حتى في المانيا باش نكونوا فاهمين، لو وقع لي المشكل حيت انا عندي باسبور مغربي باسبور الماني، والقضاء ديال المغرب عندهم كونتاكت مع ديال المانيا. الاضافه غير باش الرساله اللي كان سميتو ربما لان مازال اللغه تتخن ملكه، ولكن الرساله الحقيقيه اللي باغيه توصلها للجميع انها اي واحد ضرب فيها، اي واحد قام بالسب او القذف حق سميتو راه غادي سوف تتقدم بشكايه في مواجهته، انها سوف تتبع قضاياها الى حتى يقول القضاء كلمته الاخيره، ان بمعنى اخر ان هناك شكايات في المستقبل سوف تقدم في المستقبل، ومن غادي اللي غادي توضح لكم بان ملكة عازمة كل العزم على ان تضرب على يدي كل من سولت له نفسه ان يقوم بسبها او قذفها او المس بعائلتها. شكرا لك استاذ، شكرا متابعين متابعين اليوتيوب. شكرا زهير. اللقاء في فيديو اخر وضيف جديد اخر. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.